كيفية شراء المنتجات من موقع ديفيو عبر ألتيما إكستشينجر. إذا أردت شراء باقة من موقع ديفيو، يمكنك استخدام المبادل الداخلي ألتيما إكستشينجر، وستستغرق عملية الدفع عدة دقائق فقط. في دليل إرشادي هذا، سأشرح لك خطوات عملية الدفع مقابل المنتج عبر المبادل، وهذا يوفر لك جهداً وتعباً كثيراً. افتح موقع المبادل ultima.io/en/exchange وموقع ديفيو الإلكتروني diffyu.com في وقت واحد في علامتي تبويب في متصفحك الإلكتروني. على موقع المبادل انتقل إلى أداة باي أوت واختر ألتيما وانقر على Next Step. على موقع ديفيو اختر الباقة التي ترغب في شرائها. اختر ألتيما كطريقة للدفع ووافق على الشروط من خلال تحديد المربع وانقر على زر الشراء Purchase. ستفتح لك صفحة بالعنوان الذي تريد إرسال ألتيما إليه للدفع، انسخه بالنقر على أيقونة النسخ، ثم تابع خطواتنا إلى النهاية. انتقل إلى موقع المبادل والصق العنوان المنسوخ في العقد المناسب، وانسخ أيضا مبلغ الدفع من صفحة الطلب على موقع ديفيو والصقه في الحقل أدناه. بقي القليل أيضا. بعد ملء الحقول انتقل على زر ترانسفير وتحدث عملية الدفع مع تأكيد 2FA لحسابك، لذلك حدد كلمة مرور واحدة لمرة واحدة من جوجل أوثنتيفيكيتر لتأكيد الدفع. بعد ذلك سيتم إنشاء طلب الدفع، وكن معنا لغاية النهاية. ملحوظة مهمة جدا، يجب أن يتم الدفع من رصيد المبادل خلال أول دقيقتين من لحظة إنشاء طلب الدفع، وإلا ستنتهي صلاحية أمر الدفع. انتهى الأمر، ستصل توكنات ألتيما إلى المحفظة المحددة في المستقبل القريب. ارجع إلى موقع ديفيو وستظهر لك رسالة تفيد بنجاح عملية دفع الباقة. إذا ظهرت لديك أي أسئلة أو استفسارات، يرجى التواصل مع فريق الدعم لدينا، وسنكون سعداء بمساعدتك. نتمنى لك كل التوفيق والنجاح في عملك المبهر. شكرا لأنك معنا.